فيلا بينا نشوف ازاي هنعمل مع بعض المكرونة بالنكهة المكسيكية. عايزين كيس مكرونة مسلوق، ممكن نستخدم السباجيتي. عايزين بصلة، نص كيلو لحمة مفرومة، 2 طماطم معصورة، 3 معالق كبيرة صلصة طماطم، 1 علبة فاصوليا حمراء، 2 فص ثوم، 1 فلفل حراق، 1 معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 2 كوب جبنة تشيدر للوش، و3 معالق كبيرة زيت وملح وفلفل. طيب هناخد دلوقتي بس شوية زيت كده نحطهم هنا وهنبتدي نعصج اللحمة. اوريدي عندنا متعصجة، فإحنا بدل ما نحط واحدة جديدة هنحط بس اللحمة دي ونكمل عليها. يعني بصل، تقليبتين البصل كده مع الزيت، وبعدين حطينا اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. يعني هنا عندنا ايه؟ عندنا زيت، بصلة متقلبة شوية في الزيت، وبعدين حطينا عليها اللحمة المفرومة. طيب عندنا هنا الفاصوليا الحمراء. طبعا الفاصوليا الحمراء احنا جايبين العلب، فالعلب بتيجي اوريدي مسلوقة ومستوية، فمش هتاخد مننا وقت. لو هتجيبوا اللي هي الحبوب مش مسلوق مش في علب يعني، يبقى لازم ننقعها قبل الاستعمال بيوم في شوية مية مع شوية بيكنج صودا صغيرين، وتاني يوم بنصفيها وبنغسلها من مية البيكنج صودا وبنسلقها زي ما بنسلق الفاصوليا البيضة عادي. تمام. طيب هناخد دلوقتي بس شوية ثوم وهنقلبهم مع بعض. عندنا بقى هنا بقية المكونات اللي هنستعملها. فلفل حراق بيدي طعم لذيذ قوي للأكل المكسيكي، وهم اصلا بيستعملوا كتير الفلفل الحراق والهالبينو والكلام ده كله. هناخد دلوقتي صلصة الطماطم اللي عندنا وهنحطها هنا مع الصلصة العادية، وهنحطها برضو هنا. هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. عندنا شوية ملح وشوية فلفل، اهم حاجة شوية ملح شوية فلفل، والمكونات التانية. يعني مثلا عندنا هنا الزعتر حسيتوه قليل زودوا، الكمون حسيتوه قليل زودوا. يعني كل حاجة أسفة، أي حاجة بتحسوا إن هي قليلة في الطعم زودوها لغاية ما تناسب التذوق عندكم. كزبرة ناشفة كده. تمام. هنحط بس دلوقتي الفاصوليا الحمراء، وكده نبقى احنا جهزنا الصوص بتاعت المكرونة بتاعتنا. ناخد بقى الفاصوليا الحمراء ونحطها هنا. طيب عندكم بقى حل من الاتنين. دلوقتي بس هجيب شوية مية ممكن نحط كمان شوية صلصة خليها تبقى حمراء كده وجميلة كده. تمام كده. يعني تقلوا برضو الصوص لو عايزينها صلصة زيادة، مفيش حاجة يعني حكمانة. هنحط بقى دلوقتي شوية مية. خلاص انا هسيبها بقى على النار دلوقتي كده ربع ساعة. وعندنا طريقتين يا جماعة ممكن نقدم بيها المكرونة بتاعتنا. يا اما بنقلبها كده مع بنقلب المكرونه مع الخلطه دي وبنحطها في طبق وبنحط عليها الجبنه، او بنقلبها مع بعض وبنحطها كلها في بايركس وبنحط الجبنه كلها على الوش وندخلها الفرن. خلينا بقى دلوقتي نحط الاول المكرونه بتاعتنا في الفرن قبل ما نعمل نحشي الدوناتس بتاعنا بالكاسترد. طيب هناخد كده المكرونة. على فكرة طعم اللحمة طلع خطير خطير خطير. حط المكرونة فيه. الريحة بتشهي يا جماعة. هناخد بقى الجبنة بتاعتنا ونحطها على الوش. قبل بقى التقديم كده بنروح حاطينها في الفرن علشان الجبنة تسيح